وزارة التموين مدت قرار التظلم للمحذوفين من بطاقات التموين بسبب امتلاك سواء سيارة ملاكي حديثة أو مرتب حكومي كبير، وقالت أن التظلم هيكون في المكاتب التموينية. فخلينا نتكلم أكتر عن الإجراءات دي. ومعانا الأستاذ محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالأسكندرية، اللي هيعرفنا أكتر يعني إيه الحكاية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني بما ان الموضوع هيكون في المديريات، يبقى اللي يسري على اسكندريه يسري على بقيه المحافظات. ممكن نتكلم عن الاوراق المطلوبه؟ هو فعلا بالنسبه للقرار صدر على مستوى الجمهوريه وليس اسكندريه فقط. وبالقرار 18 دوت يمكن كان في بعض المطالبات من بعض المواطنين اللي هم ما لحقوش يقدموا المستندات بتاعتهم او التظلمات بتاعتهم. عشان كده معالي الوزير اصدر التوجيه الوزاري 18 علشان يديهم الفرصه. ويمكن كمان الميزه اللي في القرار اللي صدر ان هو مش محدد مده، احنا دايما بنطلع القرارات بتاعتنا محدده بمدد شهر او 15 يوم. القرار دوت مفتوح، يعني في اي وقت يقدر المواطن يتقدم. بيتقدم في مكاتب التموين المنتشره على مستوى الجمهوريه او مراكز الخدمه المطوره اللي معموله دلوقتي على مستوى الجمهوريه. نقدر نقول بالنسبه لاصحاب السيارات، اصحاب السيارات كل اللي احنا بنطلبه منهم ان هو بيجيب لي شهاده بيانات من المرور بالسيارات بتاعته، بالموديل، بالبيانات بتاعتها. في ناس عندها السيارات ممكن يكون باعها واتنقلت ملكيتها، فبيجيب شهاده برضه من المرور. ممكن مشغلها. نعم، ممكن يكون مشغلها عربيه يعني أجرة أو حاجة. لا، هو مشغلها أجرة ديت. احنا الأجرة عندنا أجرة في المرور، فده مش داخل في المحددات. أما بالنسبة للمشاريع التانية اللي هي أوبر وكريم وما إلى ذلك، هي ديت بالنسبة لنا مش مثبتة، لأن مفيش أي حاجة رسمية نقدر نقول أو نقطع نقول إن ده شغال أجرة. أنت عارفة ممكن يخش على الأبلكيشن النهاردة بكرة يلغي، يعني مفيش مشكلة، مفيش أي قيود عليه. نعم. فدي مش موضوعة في الاعتبار، الموضوع في الاعتبار ملاكي وأجرة. الأجرة ده مش داخل في المحددات، لكن الملاكي داخل في المحددات. استاذ محمد، يعني بعد صباح الخير، عاوز اسال حضرتك، لان احنا عارفين دلوقتي اللي احنا اتجاه الدوله للرقمنه والتحول الرقمي بشكل عام، وعندنا دلوقتي اصبح في قاعده بيانات عريضه بتقول كل ما يملكه المواطن بشكل مباشر وصريح من خلال الرقم القومي بتاعه. هل بيحصل مثلا نوع من انواع الابديت على السيستم، ولا هو لازم يكون مطالب بتقديم الاوراق اللي حضرتك بتقول عليها؟ تمام. هو احنا بالفعل احنا عشان طبعا التحول الرقمي يمكن وزاره التموين كانت طباقه في هذه الخدمه، لان احنا يعتبر الوزاره الاولى اللي تحققت وطبقت التحول الرقمي، لان احنا عاملين قاعده بيانات دقيقه جدا. بس هو في المشكله في السيارات بالذات ان في بعض المواطنين بيكونوا باعوا السيارات بتاعتهم بيبيعوها بتوكيل. صحيح، والتوكيل ده صاحب السياره اللي اشتراها ما بيسجلوش الا بعد انتهاء فتره الترخيص، بعد سنه، بعد اثنين، فما بينقلش ملكيه. وبالتالي في مواطنين كتير بيتظلم، بيقول لك انا بعت عربيتي وانت جاي بتوقفلي عشان عندي عربيه، انا ما عنديش عربيه. لما بنيجي نطلع على اصل من السبب بيقدم توكيل. فطبعا توكيل او عقد ابتدائي ده ما بيخص بيه، لان لازم ينقل الملكيه في المرور اللي هي بتسمع معانا كقاعده بيانات. نعم. فالمواطن بيتوجه لمكتب التموين، بياخد منه جواب موجه للمرور عشان يجيب لنا شهاده بيانات، بيجيبها مع صور بطاقته وصور بطاقه التموين. احنا بنجمع في المكاتب، وبعد كده بتجي للمديريه بنعمل بيها كشوف ونعتمدها ونبعتها للوزاره. طب استاذ محمد، ده فيما يخص الشخص اللي باع العربيه بتوكيل رسمي، لكن بس انت يعني اثرت نقطه غايه في الاهميه. في بعض الاشخاص هو بيقتني السياره لكن بتكون بالنسبه له مصدر دخل او اكل عيش. ايه الاجراءات المطلوبه او الاوراق المطلوبه اللي يقدر من خلالها يثبت ده، فبالتالي يتم يعني رجوعه مره اخرى لقاعده البيانات الخاصه بالبطاقات التموينيه؟ انا بقول لحضرتك بالنسبه للسيارات الاجره ما فيش اي مشكله عندنا، لان ما هي دي مش اجره يا فندم. لا، انا هنا ما بتكلمش على السيارات الاجره، انا بتكلم التابع لاحدى الشركات الموجوده دلوقتي اللي بيشتغل من خلال الابلكيشن الموبايل. تمام. ده ما بيبقاش في اي مستندات رسميه، لان هو اساسا بيشترك في الخدمه دي عن طريق ابلكيشن. نعم. ممكن يطلع منها برضو عن طريق الابلكيشن، او ما بيفتحوش ما بيستخدموش. فديت ما فيش اي مستند رسمي يؤيد ذلك. صحيح. يعني انا ممكن حضرتك النهارده انا بقول له هشيل العربيه الموديل 20، النهارده داخل وفاتح الابلكيشن ومشترك فيها ومش هيشتغل. لما يجي ياخد حتى برنت سكرين كده من الابلكيشن، ويجي بعد ما انا اخلص خدمتي بعدها باسبوع ولا حاجه يقوم طالع ثاني من الابلكيشن. فدوت ما فيش قيود، يعني مش حاجه رسميه، منفذ رسمي. صحيح. اقدر اتحكم فيه. وغير ان هي وسيله مش مقننه ايضا، يعني وسيله مش مقننه ولا فيها ضرائب ولا فيها اي حاجه، يعني برضه يعتبر
يعني حاجه خارج الاطار العام بتاع الدوله. لكن بالنسبه للاجره، لا، الاجره بيدفع ضريبه وبيدفع ضرائب وبيدفع رسوم ومسجل عندي في المرور ان هو اجره. ده بالنسبه للسيارات. عندنا كمان الحته بتاعت المرتبات العاليه. المرتبات العاليه احنا بناخد لغايه 9600 مفيش مشكله، بعد كده بنقدر بعد 9600 بنحذفه. بعض المواطنين لما بيجيب البيانات بتاعت الدخل بتاعته بيجيب بيان مفردات مرتب، ما بيبقاش المرتب شامل، احنا عايزين اجمالي المرتب. المفروض في البدلات والحوافز والاجر. وما بيجيب مفردات مرتب بنيجي نساله يقول لك انا قدمت مفردات مرتب. لا يا فندم، احنا عايزين اجمالي الدخل بتاع حضرتك، اجمالي الدخل الشهري بتاع حضرتك. فبالتالي عشان كده برضه عملنا لهم اعاده عشان نديله فرصه ثانيه يقدر يجيب لنا المستند الصحيح. لو اقل من اللي عندنا هنرجع له بطاقته، لو اكتر برضه بنحتفظ بيها. طيب المستند الصحيح يا فندم يعني الاوراق اللي هيقدمها ممكن يقدمها في مكتب تموين تابع ليه ولا اي مكتب تموين؟ يقدم الاوراق دي فين؟ على مستوى اسكندريه بالنسبه للمحافظه عندنا مدي تعليمات لجميع مراكز الخدمه عندي وجميع المكاتب، اي مواطن يتبع محافظة الاسكندرية بيستقبلوا منه الورق بتاعه. دي تأثيرا برضه للمواطنين، لأن ممكن يكون المكتب اللي قريب منه زحمة، ممكن يشوف مكتب تاني. بس برضه أنا يعني بنشد المواطنين مش عايز تزاحم، لأن الموضوع مفتوح، مفيش مدة من حكمانة، فنقدر نتقدم بسهولة ويسر وبانتظام، نقدر نستخدم المتاح قدامنا. حضرتك قلت لنا من شوية إن إحنا ممكن نعمل ده من على أبلكيشن، صح؟ لا يا فندم. امال ايه، نقدم ازاي لو حد عايز يعمل ده اونلاين في حاجه كده؟ لا اونلاين مش هتنفع. لا اونلاين مش هتنفع حاليا. لكن انا بالنسبه مثلا لتحديث رقم موبايل احنا عملناها اونلاين وعملناها على مواقع وعملناها على واتساب، لان ما كنتش محتاج فيه مستندات اكتر من بيانات. يعني ونتمنى يا استاذ محمد واحنا بنتكلم على تحول رقمي وجمهوريه جديده اللي يبقى عندنا اكسس او عندنا صلاحيه للمواطن ان هو برضو علشان نمنع التكدس داخل يعني مكاتب التموين المختلفه في المحافظات ان يكون في نوع من انواع التيسير عليهم بالتقديم اونلاين، واللي هو يعمل ابلود او يقدر يرفع هذه المستندات على قاعده البيانات الخاصه. وحضرتك لسه بتقول ان انتم يعني سباقين في هذا الامر تحديدا. يعني بالفعل يمكن احنا الوزاره عندنا موقعين، موقع دعم مصر وموقع مصر الرقميه، متاح عليهم جميع الخدمات التموينيه للمواطن، اذا كان تسجيل بدل فائد، بدل تالف، فصل اجتماعي، تحويل من محافظه لاخرى. كل دوت متاح عن طريق الموقعين دول، موقع دعم مصر ومصر الرقميه. ده بخلاف ان بالاضافه لذلك احنا عندنا في اسكندريه عاملين 8 مراكز خدمه مطوره. الثمان مراكز دول عاملين لهم ارقام مرتبط بالمواطنين، وعملنا عليهم نشر جامد جدا على اساس المواطن يقدر يخش يستفسر او يستعلم او لو في شكاوى يبعتها عليها. ودولة استغلناهم احنا بقى في تحديث رقم الموبايل بتاع المواطنين على اساس ما يتكدس ويروح المكاتب، بقى يبعت لنا رسائل على الوقت واحنا بننفذ الخدمه بتاعته بدون ان هو يجي او يبعت لنا اي مستندات. هايل يا فندم، كل الشكر لحضرتك الاستاذ محمد صعدله وكيل وزاره التموين بالاسكندريه.